مرحبا، حسام السلوادي، ابو لعبد الكريم السلوادي. احنا هلا بلبنان ببيروت في نادي تراي ستار. وي وير ويلكم هير لايك ا فاميلي. طبعا احنا بهمنا هون جورج بردويل من الفريق الاحمر تيم سلوادي، التقينا فيه واشتغلنا مع كابتن وسام سبارينج لعبد الكريم، وطبعا كانت يعني فرصة كبيرة جدا في الزيارة هاي. التقينا بالسبونسر الجديد لعبد الكريم السلوادي، كريم طيب فروم مايند سبايكس. جماعة ممتازين جدا، أتحفونا بكرمهم وضيافتهم وبالسبونسر شيب تاعتهم، وإن شاء الله نضل معهم يعني all the way. طبعا اللي فيكم حضر الأكاديمية شاف إن أنا كنت الأسيستنت كوتش لعبد الكريم السلوادي التيم الأحمر، والحمد لله عنا يعني متأهلين للفاينلز مجموعة راح تشوفوهم في ديسمبر 15 along with المباراة اللي هي المين إيفنت، المباراة المرتقبة، المباراة المهمة، المباراة التي تأجلت من قبل، مباراة عبد الكريم السلوادي مع عزيز جليدان. طبعا عبد الكريم جهزناه من كل الاتجاهات، فل MMA فايتر. بتعرفوا عبد الكريم السلوادي كسترايكر، وتعرفتوا على عبد الكريم السلوادي على الارض. هلا ضفنا طبعا على عبد الكريم السلوادي الستايل تاع الرسلينج، وهو يعني ملاكم صلب ما شاء الله عليه. الاكاديميه شغاله طبعا every Monday there is a new episode، الساعة 9 بتوقيت لبنان والأردن، الساعة 10 بتوقيت السعودية. تابعونا على NBC Action، وشكرا للأرب MMA for this opportunity، لهذا اللقاء الطيب. شكرا، نشوفكم ديسمبر 15 في جدة أو الرياض أو عمان. مع السلامة.